ممالك منقرضة. الحلقة 9. العنوان: ثريزينوسوروس، كشف النقاب عن لغز العملاق الغامض في نهاية المطاف. مقدمة: في سجلات مخلوقات ما قبل التاريخ يثير البعض الحيرة والانبهار المطلقة. أحد هذه المخلوقات هو ثريزينوسوروس، وهو ديناصور ضخم وغامض أسرى خيال علماء الحفريات وعشاق الديناصورات على حد سواء. على الرغم من مظهره الغريب وحجمه الضخم، إلا أن هذا العملاق اللطيف يظل محاطاً بالغموض. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الديناصور التريزينوسور الرائع وكشف أسرار وجوده. الاكتشاف والتصنيف. تم اكتشاف أول بقايا أحفورة تريزينوسور في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي في تكوين نيميبيا الغني بمنغوليا. عثرت عليه بعثة روسية منغولية مشتركة، وكان الاكتشاف الأولي عبارة عن عدة مخالب يدوية ضخمة. كانت هذه المخالب، التي يبلغ طولها أكثر من 3 أقدام، بمثابة الأساس لاسمها العلمي المشتق من الكلمات اليونانية ثيريزو التي تعني يحصد، واو سوروز التي تشير إلى السحلية. قام علماء الحفريات في النهاية بتجميع التشريح العام للوحش من خلال اكتشاف بقايا هيكلية إضافية. أدى الفحص الدقيق إلى وضعها ضمن فئة الديناصورات الفرعية ثيروبودا، المعروفة بأنواعها آكلة اللحوم التي تسير على قدمين. ومع ذلك، تحدى ثريزينوسوروس التوقعات، وأظهر خصائص فريدة تميزه عن أبناء عمومته. خصائص فيزيائية. السمة الأكثر تميزاً في ثريزينوسوروس كانت بلا شك مخالبها الضخمة، بأطوال تصل إلى 3 أمتار 10 أقدام. كانت هذه المخالب هي الأطول على الإطلاق في أي حيوان معروف، ولا تزال وظيفة هذه المخالب تحير العلماء حتى يومنا هذا. تشير بعض النظريات إلى أنها تطورت للدفاع ضد الحيوانات المفترسة، بينما يرى البعض الآخر أنها كانت تستخدم لجمع أوراق الشجر من أجل اتباع نظام غذائي آكل للأعشاب في المقام الأول. كان طول جسم ثريزينوسوروس الذي يقدر ب 10 إلى 12 متراً 33 إلى 40 قدماً كبيراً بشكل غير عادي، حيث كان ارتفاعه مشابهاً لارتفاع منزل مكون من طابقين. كان شكل جسمها أيضاً فريداً من نوعه بين الثيروبودات، حيث يتميز برقبة طويلة وقفص صدري عريض على شكل برميل وأطراف خلفية قوية. على الرغم من مكانته الهائلة، كان الديناصور خفيف الوزن نسبياً، ومن المحتمل أنه ساعد في دعم النظام الغذائي النباتي الذي يعتقد أنه استمر عليه. السلوك ونمط الحياة. نظراً لمحدودية الأدلة الأحفورية، كانت الدراسات السلوكية على التريزينوسور صعبة. ومع ذلك، فإن تجميع المعلومات حول تشريحه وخصائصه الجسدية يوفر رؤى مثيرة للاهتمام حول أسلوب حياته. تشير رقبة ثريزينوسوروس الطويلة والرأس الصغير إلى التكيف للوصول إلى الغطاء النباتي في الستائر المرتفعة. ربما تم استخدام مخالبها الهائلة في جمع النباتات أو كشط اللحاء، أو ربما للدفاع عن النفس.
من المحتمل أن تريزينوسوروس عاش في بيئة غابات، وكانت مخالبه المميزة بمثابة رادع فعال ضد الحيوانات المفترسة المحتملة. على الرغم من أنه كان من الحيوانات العاشبة، إلا أن حجمه الكبير وحده ربما ثبط عزيمة الحيوانات المفترسة الأخرى من تحديه على الموارد. انقراض. السبب الدقيق لانقراض تريزينوسوروس لا يزال بعيد المنال. مثل العديد من الديناصورات الكبيرة الأخرى، من المحتمل أن عوامل مثل تغير المناخ أو الاضطرابات البيئية أو التنافس على الموارد لعبت دوراً. قد تكون المتطلبات التشريحية والغذائية المتخصصة للديناصورات قد جعلته عرضة بشكل خاص للتغيرات البيئية أو ندرة الموارد. خاتمة. مما لا شك فيه أن تريزينوسوروس ترك علامة لا تمحى في عالم الحفريات. بفضل حجمه الهائل ومخالبه الطويلة وتكيفاته الفريدة، يظل لغزاً لا يزال يثير اهتمام العلماء والمتحمسين على حد سواء. ومع تطور الأبحاث والاكتشافات، نأمل أن نتمكن من كشف الأسرار الخفية لهذا العملاق القديم الرائع والغامض. تريزينوسوروس محفور إلى الأبد في التاريخ باعتباره أعجوبة حقيقية لحياة ما قبل التاريخ. جميعاً للمتابعة، وشكراً لكل من اشترك في القناة. إذا كانت لديكم أسئلة فلا تترددوا لطرحها، وللمزيد من التفاصيل عن هذه الحلقة أو حلقة من حلقاتنا فبإمكانكم زيارة موقعنا الموجود في صندوق الوصف. ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.